ما زلنا في روما وبنتكلم عن أولاد رزق، هذا التعاون بين هيئة الترفيه وبين الفريق الجميل العظيم بتاع أولاد رزق. طبعا أجزاء ناجحة جدا، ممثلين عبقرة، إخراج متميز، كان إنتاج عظيم. ولكن أنا بوعد حضراتكم أن الإمكانيات اللي محطوطة السنة دي هتخلي الفيلم ده زي ما احنا بنقول في مصر في حتة تانية. أستاذ صلاح جهيني أهلا بيك. أهلا بيك. مؤلف الجزئين والجزء الثالث وإن شاء الله الرابع. إيه الجديد في الثالث؟ حاجات كتير الجديد في الثالث. هي ولاد رزق من الأفلام اللي من أول ما اتعمل كان في حتة أنه بيفاجئ الناس، بيفاجئ الناس في طريقة حكي وفي طريقة إخراجه، في شكل الشخصيات. الممثلين ما كانوش متوقعين أو أنهم يعملوا الأدوار دي، فبنك تحافظ دايما أنك تحاول تدهش الناس أو يلاقوا حاجة جديدة، ده ما بقاش سهل. بس المرة دي عرفنا نوصل للتركيبة دي، عرفنا نوصل ان هما كل مرة بنحط ولاد رزق في تركيبة اصعب من اللي قبلها. بيخرجوا من العالم بتاعهم في الجزء الاول اللي هو كان عالم ضيق مقفول عليهم في المنطقة بتاعتهم، خرجوا لمنطقة اوسع في الجزء الثالث. دلوقتي في الجزء الثاني الجزء الثالث خارجين بشكل اقليمي، خارجين رايحين للبوليفارد، رايحين بوليفار وورلد، فاللي هو يعني رايحين العالم بجد. فده تجربة غريبة عليهم وعلى المشاهد، لان ولاد رزق بيكتشفوها، المشاهد برضه هيكتشف ده وهيعيش معاهم اللخبطه اللي هم فيها عشان يطلعوا من الورطه. دايما احباط الكاتب في الفيلم بيليه علاقه انه مش ده اللي انا كتبته، انا كاتب المعركه دي بالشكل ده، انا كاتب العربيه دي تقلب بالشكل ده، انا كاتب المشهد ده يتصور في الوقت ده. بتبقى كاتب حاجه والحلم بيبقى اكيد. في الجزئين الاولانيين كان الحلم قريب، بس المره دي بالامكانيات اللي جايه من هيئه الترفيه ومن موسم الرياض الحلم هيبقى اعلى من اللي انت كاتبه. حتى اقول لحضرتك حاجه، احنا اما بتبقى محترف في شغلانه الكتابه شويه بتقفل على نفسك انك تحلم. يعني فكرة انك تكتب حاجة مش هنعرف ننفذها، الخبرة بتعلمك انك ما تعملش كده، اجبت احلامك. ده كلنا متعودين على ده. فبالك بقى ان انت النهاردة الناس بتقولك احلم احلم imagine more. فهنعمل ده. احنا النهاردة عندنا الامكانيات كلها محطوطين في المزنق بتاع، عارف دايما حجة البليد ايه؟ اصلا ما عندناش امكانيات. طب جالنا الامكانيات لازم نعمل حاجة جامدة. فكان دايما لما تتخانق مع طارق يقول لك طب انا اعمل ايه، ده عايز تصوير 10 ايام، ده كنا عايزين لازم نكسر 40 عربيه. دلوقتي هو مع انت تقدر تمسك في رقبته بسهوله يعني. انا لا، هو كمان دلوقتي مش بس كده، هو بقى بيتخيل حاجات اللي هو طب المطارده، طب نجيب هليكوبتر، طب نجيب مش عارف ايه، طب لو فاهم دوله دبابات هيدخلها في الاكشن. يعني بالعكس الموضوع واصل لحته ان احنا بنفكر دايما ايه اللي ممكن يعني نكبر، نستفيد ازاي من الفرصه دي، لان الفرصه فعلا. انت قمت بإعادة زيارة السيناريو تاني بعد ما وجود الإمكانيات دي، قلت بقى ايه في شوية إمكانيات يا عم، تعالى بقى المشهد ده نكمله، تعالى يعني في حصل بعض التعديلات؟ حصل طبعا تعديلات كتير. احنا العادي لما بنعمل أجزاء ولاد رزق، ودي من الحاجات اللي يعني بحبها في الشغل مع أستاذ طارق، ان وانس ان اللوكيشن بيتبني، اول ما اللوكيشن بتاع الفيلم بيتبني بعيد صياغة وكتابة المشاهد تاني على اللوكيشن. يعني مثلا اتبنى ديكور بيت ولاد رزق، فما بيبني ديكور بيت ولاد رزق كان الديكور خلص، فاروح اشوف البيت فنقول هنا هنوزعهم، ده واقف على المطبخ، ده قاعد على الكرسي، ده قاعد هنا، فبنعيد كتابه المشاهد بناء على ده. فبالك ان بوليفار وورلد موجود. يعني احنا دلوقتي عارفين بوليفار وورلد، عارفين ان انت ممكن تخرج تبقى في ايطاليا وتعدي على الكوبري ده، فتعدي على ناس قاعده في مطعم، فممكن هنا الكوبري ده نجري بموتوسيكل، بس عندنا بحيره فممكن مش عارف حد يوقف في البحيره، في تلفريك، انت عارف كل ده، انت معاك مدينه صغيره بتاعتك. فده حلم يعني انك تتخيل حاجات فوق الوصف. بيكون صعب لما معاك عدد كبير من النجوم ان انت توفي كل واحد حقه. اكيد ده اصعب، لان انت حاجة. كمان يعني ما هو الراجل ده جاي برضو هو محترف وحيعمل دوره كبير او صغير، ولكن انت لازم وانت بتكتب برضو خد بالك من فلان وخد بالك. اكيد دي كانت مشكلة في الجزئين الاولين وفي الجزء الثالث. يعني في الجزء الاول كانت كانت اقل مشكلة، لان بعد نجاح الجزء الاول الناس حبت شخصيات وارتبطت بيها جدا، والنجوم بقوا نجوم اكبر كلهم. يعني احنا كلنا كان حظنا حلو في نجاح الجزء الاول انه نقلنا عملنا كده، حصل ابجريد في اللي عملناه. اما دخلت في الجزء الثاني كل الناس دي بقت نجوم وبيزيد عليهم نجوم، يعني في ولاد رزق بنزود. فالجزء الثاني كان في حوالي 13 شخصيه كبيره في الفيلم، الجزء الجديد 13 لا اكتر وعليهم اجانب. فالموضوع هيبقى انك كل ده كل واحد يطلع ياخد فرصته. ده شيء مهم. احنا يعني من الحاجات اللي انا بحبها في كتابة ولاد رزق واظن الناس بتحبها
ان كل الشخصيات مميزه، حتى اللي بيطلع مشهدين الناس بتحبه، الشخصيات الصغيره اللي طلعت مشهد او مشهدين الناس بتستناهم في الفيلم اللي بعده. فان احنا نحافظ على الكواليتي دي، ان كل حد جديد يجي يبقى مميز متبروز بيعمل حاجه بيغير في القصه حاجه، ما يبقاش بس بيجي كده يعني فكره ان حد يعدي وخلاص مش بنحبها. اما سمعت الاسامي اللي هم هيبقوا ضيوف شرف عالميين وسيتم اهدائهم من هيئه الترفيه وموسم الرياض اترعبت. اكيد كل ما اسمع ايه ده هيبقى موجود، ايه ده دي الست دي هتبقى معانا، ده انا طبعا يعني ممكن يعملوا في اي حاجه لو قلت اسم منهم، ولكن دايما بيبقى فيه في الفيلم ايه، انه الامور دي يجب انها ما تبقاش مقحمه، ان انا ما مش المجرد انك عندك الاسامي دي فهنحطها. فهنا برضو بتبقى شغلتك ان انت تعمل لهم احتواء جيد جوه العمل. طبعا لا دي اصعب حاجه، ان كل حد يطلع يفيد الفيلم والفيلم يستفيد منه، دي اكتر حاجه تفرق قوي. الناس ما تحسش حد مقحم وتعملهم مع دور كويسه، الناس تيجي تقول احنا مبسوطين، احنا جايين. احنا دايما بنعمل يعني كل اللي بنعمله في الفيلم ده ان احنا بنحاول نستفيد من الفرصه ونستفيد من الحاجات اللي معانا، ان احنا نقدم تجربه احلى للمتفرج. انت يمكن راجل بتاع ابداع وكتابه، التقنيات دي فرقت معاك في ايه؟ لا هتفرق، ان انت احنا دايما يعني بيقول لحضرتك دايما الحجه اللي عندنا بتاعت ايه، احنا جامدين قوي دون امكانيات بس واحنا نوريكم. بقالنا سنين بنقول كده، يعني تعال نقول الصناعه السينما المصريه بتتكلم في ده بقالها سنين، احنا جامدين وعندنا الكواليتي وبنعرف بس معناش امكانيات. اصعب حاجه دلوقتي انت معاك امكانيات، يعني اول حد اي حد هيخلص الحلقه دي يقول لك ايه ورونا بقى، اه يا عم خدتوا الامكانيات حصل لكم الدعم لك لا هتعملوا يا عم ايه بقى، ما هو الامريكان برضو امريكان دول مش. فده صعب جدا، ده شيء النهارده، ان انا مشفق على استاذ طارق انا ككتابه لا تمام، لا هو مشفق عليه، هو فعلا الامريكان برضو امريكان، ولا الاستاذ طارق يقدر يعمل حاجه بنفس الامكانيات؟ ده هو مش سامعنا دلوقتي، ده سؤال اظن يعني ناس كتير تساله. انا ظني الشخصي يعني اقول لحضرتك حاجه تانية، يمكن في العالم عدد معين من صناع السينما احنا بنتعلم منهم كلنا، ولكن بعد العدد ده في ناس بكواليتي استاذ طارق اللي بقاله 30 سنه بيخرج، او يعني مش عايز اقول بقى ارقام، بيخرج من عنده 24 سنه، فمع احمد زكي مع اساتذه وعامل افلام يعني اظن كلنا او في ناس كتير، فلا اظن ان هو بالامكانيات هيقدر يعمل حاجه على كواليتي كبير. الميزه فعلا هو على المستوى ده، ميزه انك من الناس اللي عارف البوليفارد كويس جدا او عارف المنطقه كلها وبتاع، فده اكيد اداك ذخيره محترمه انك تكتب او تبقى فاهم بالظبط انت عايز تعمل ايه. احنا رحنا شفنا، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت برضو يعني ما بتلحقش تواكب الرياض التطورات اللي بتحصل فيها طبعا، فمهما شفت ومهما لحقت تيجي يقول لك لا انت شفت البوليفار وورد السنه اللي فاتت، لا زودنا عليه منطقتين انت ما كنتش واخد بالك، ده احنا عملنا الفي رياض فاكر الحته دي، عملنا دلوقتي بقى فيها مش عارف ايه. فكل شويه لازم تبقى ابديتد لان الايقاع سريع جدا، انت بتتكلم في اكبر بحيره صناعيه في العالم، بتتكلم في تلفريك بيربط منطقتين ببعض، بتتكلم في مش عارف في حوالي 9 مناطق كل واحده شبه منطقة في العالم، يعني انت في حتت كانك في اليونان بجد، لو حط الكاميرا كده في ناس تفتكر دي اليونان، ممكن يحط جرافيكس ورا بحر وتبقى هي، او ده شبه ايطاليا، ده شبه انا من الحتت اللي بحبها جدا طوكيو مثلا. فاحنا شفنا، احنا رحنا على ارض الواقع، شفنا الفيريات، شفنا لا شفنا مشينا في الفندق، ورونا الحتت اللي هيفتحوها لنا، ورونا الاماكن اللي هيفتحوها لنا، ورونا الحاجات، بنتكلم في حاجات مستحيل تتبني. يعني دايما التحدي او من الحاجات اللي بنقعد نفكر فيها في افلام ولاد رزق او اي حاجه، طب ايه الجديد شكلا، ايه شكل المكان، طب هم قاعدين في حته شكلها ايه. فاللي حاصل في الفرصه اللي معانا لهيئه الترفيه عاملها لنا، ان الاماكن دي انت استحاله تعرف تبنيها، مليارات يعني تعال لوكيشن تعمل لوكيشن جديده على العين. وفعلا انت انك تعمل اكشن في الشوارع دي، او تعمل اكشن في التلفريك ده، او تخرج من هنا لهنا، او تجري في الشوارع الضخمه دي بالعربيات اللي فيها وكده، ده مستحيل تعمله، هتعمله ازاي؟ هو مثلا السلسله بتاعت فاست اند فيوريوس هي بلاد، يعني انت شفته مره في الامارات ومره في طوكيو ومره في لندن، هي بلاد في النهايه، هي لوكيشن موجود الناس كلها عارفاه، بس هي مستغربه انه الاحداث موجوده في المكان ده. الميزه دي انك بترتبط الافلام بالشوارع، يعني دي حاجه مهمه نفكر فيها للصناعه بتاعتنا، انك ممتعة تربط بالشكل، ممتعه بصريا كمان وممتعه للخيال. فتخيل انت عندك الكوكب الارض اهم المدن موجوده،
يعني في البوليفار وورلد حاجه بسيطه يعني. اكيد لا احنا قريب جدا نبتدي نصور، لان يعني بدايه التصوير تبتدي في الرياض، لان في احداث في الموسم موجوده في الفيلم، واحداث برضو ما تقدرش تعملها، فهنبتدي خلاص اخر الشهر. وده بيسرع ايقاعنا جدا في الشغل، وبيخلينا يعني زي ما بقول لحضرتك عايزين نستفيد من الفرصه الكبيره، ان هي فرصه فعلا اظن شيقه لينا، وهتبقى شيقه للمتفرج. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا معاك، والنجاح بيخوف اكتر ما الفشل بيضايق. انا دايما بقول اللي بينجح بيبقى دايما عنده تحدي للحاجات اللي بعد كده. بشكرك. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ودي كانت يعني جلساتنا في الرياض. زي ما قلنا لحضراتكم الرياض كان فيها كورة ورعاية لنادي روما، وفيها أيضا فن وتعاون بين هيئة الترفيه وموسم الرياض وبين فيلم أولاد رزق. يمكن ده نموذج مثالي إزاي يبقى فيه توليفة جميلة بين أكتر من جهة وأكتر من قدرة، إنه في النهاية يطلع عمل فني جميل. من روما أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، أرجوكم ابقوا معنا.